السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم خولة. كانت منكم تكونوا بخير وعلى خير، أحوالكم جيدة إن شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم حلوة لشرب الشاي بالسميدة، كتجي معسلة كتجي هشيشة. نتمنىكم تجربوها، مقادير اقتصادية، ندوزوا للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لطريقة تزيين هاد الحلوة، بعد ما كطيب كديروها في العسل، كتزولوها كتزينوها بالبيستاش. أنا هنا درت العسل لي من الفوق، بسم الله على بركة الله. كناخدو 3 ديال المعالق نتاع الزبدة، 2 معالق نتاع السكر، كاين 2 معالق كبار نتاع نواد كوكو. كنخلطو العناصر ديالنا مزيان، كنزيدو عليهم بيضة وصاشين تاع السكر فاني، كنخلطوهم مزيان. حتى كيذوب السكر كنزيدو نص معلقه نتاع خميره الحلوه، كاين كاس نتاع السميده والدقيق على حساب ما تجمع العجينه. هذا هو القوام ديال العجينه، كنشكلوها بهذه الطريقه. هي الحلوه بعد ما شكلناها كندخلوها في الفران مسخن من قبل، كندخلوها لتحت حتى كتشق، وكنديروها من الفوق، ومن بعد كنديرهم فوق العسل. هي الاصل ديالها خصك ديريها في العسل حتى كتشربها مزيان، انا درتو غير من الفوق. Thank you.
بالنسبة للتزيين أنا زينتها بالبيستاش. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه بعد ما تعسلات. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات، الاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي.